ازيك يا سرور؟ اهلا اهلا يا حسام بيك. اتفضل. صدرك هيتحرق من المعسل دوت يا سرور. دي معمره يا حسام بيك. زي قلبك الجميل يا جميل. الله 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 الله، ده انت ذوقك مش حلو بس في الحشيش، ده حلو قوي كمان في النسوان. قصدك توحه؟ دي الفابوري عندي دلوقتي يا حسام بيه. ما انا عارف. وانا نايم على وداني ولا ايه؟ اهلا يا حسام بيه. ازيك يا عجوه؟ طبعا مش انت اللي شقت فلقه القمر دي، كمان عارف ان ذوقك زفت في النسوان. مش انا، يا احلام. الا ايه الخطوه العزيزه دي يا حسام بيه؟ في مراقبه جديده عليك اليومين دول، انا حاولت اصرف النظر عنك شويه بس معرفتش. في إخبارية جاية من المديرية مخصوص علشانك. الله، طب ما كنت تبلغنا بالتليفون يعني؟ أبدا، كنت معدي من تحت قلت أجي أشقر على بناتي الحلوين، وبالمرة التليفونات مش مضمونة اليومين دول، كله متراقب. إيه ده؟ حتى تليفونات الضباط؟ دي الحوسة. ده أكتر ناس تليفوناتهم متراقبة دلوقتي هم الضباط. طب والعمل؟ مفيش، هدم اللعب شوية اليومين دول. يعني أعمل إيه؟ هكتب يافطة واقول مغلق للتحسينات؟ الله يجازيش طبعا. انا اللي اقول لك تعملي ايه برضو. ايه يا سرور، هو احنا نقضي على الناشف كده؟ مفيش حاجه نشربها ولا ايه؟ لا من عينيا. توحه قومي يا حبيبتي هاتي الصاروخ لحسام بيه. يا اختي شيل انت فوازير رمضان، ادي الحاجات ادي الحاجات بس يا هبله. حاضر يا ابني.